السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم جميع مشاهدين قناة الريان بكل خير. نلتقيكم الليلة وفي برنامجكم جعله مبارك اللي نشارك مع عريسنا فرحتهم فيه بهذه المناسبة السعيدة، والليلة مع معرسنا عبد الله بن حمد بن ناصر بن حذيف النعيمي، اللي نسأل الله أنه يبارك له ويبارك عليه ويرزقه يا رب العالمين الذرية الصالحة. مساك الله بالخير عبد الله. نور وسرور، الله يجزيك خير يطول بعمرك ويبلغك إن شاء الله كل من يعز عليك إن شاء الله. الله يجزاك خير، مبارك لك بالليلة السعيدة بحضور ربعك كلهم ومعازيمك اللي جاوا يشاركونك ويهنونك، كلمتك للحضور اللي جاوا كل ليلة. الله يبيضيكم جميع وعساكم على القوة، ونوقف إن شاء الله بأفراحكم، والله يبيض قناة الريان الفضائية ويبيض وجهك طال عمرك ويبيض الربع اللي ورا الكاميرا، الله يجزيكم خير جميع من غير عدد، ونوقف إن شاء الله بأفراحكم جميع إن شاء الله. عبد الله، تجهيزات العرس أكيد بعض الشباب يتعذر أنها صعبة وأن الحجوزات من مكان لمكان، شو اللي واجهها عبد الله وتنقل لك إخوانك تنقلهم تجربتك وانت ان شاء الله القدوه لهم؟ الله يجزيك خير، الله يطول لي بعمرك. الحمد لله رب العالمين، ما كان به اي تصعيبات، اللهم لك الحمد. كانت فيه العروض موجوده في رمضان في قاعه الرفاع تحديدا، والشركات كلها كانت متنافسه وموجوده، والحمد لله رب العالمين، يعني بافضل الاسعار واحسن الامور واجود الانواع، الله يجزيكم خير. وهذا العرس كله من الرفع نفسه، نفس العروض الرفع، وما كان بها اي تكاليف، اللهم لك الحمد والشكر. الله يجزيهم خير بعد على قاعه الرفاع هذا، الله يجزيهم خير ويبيض وجه من سعى فيها ان شاء الله جميل وجهك. طبعا القاعات احنا شفناها، قاعات في الجنوب وقاعات في الشمال وقاعات عندنا في الرفاع، الله يطول عمارهم اللي انشاوها طبعا، وهي كلها دعم للشباب انهم يكملون نص دينهم وانهم يهتمون في انهم يتزوجون مبكر. نعم اللهم لك الحمد والشكر، الله يبيض وجهكم جميع ان شاء الله، ردها ان شاء الله لكم في افراحكم ان شاء الله، نوقف افراحكم جميع ان شاء الله، وخص بالشكر قناه الريان، عساكم على القوه ان شاء الله جميع. مبارك للولد عبد الله بن حمد بن حذيف النعيمي، ونتمنى له ان شاء الله حياه سعيده، والله يرزقه ان شاء الله الذريه الصالحه. طبعا اعتقد الان يمكن امور الزواج اصبحت ميسره اكثر من قبل، طبعا خاصه في وجود القاعات هذه. نشكر المسؤولين طبعا القائمين على القاعات، لانها طبعا وفرت انا اعتقد الكثير من خلينا نقول من المصاريف على المعرس. الله يهنيه والله يبيضوه اللي حضروا كلهم ويجزاهم الله خير، وإن شاء الله ما فيهم كل بركة إن شاء الله، والله يحييكم. أول شيء أهني معرسنا والله يبارك له إن شاء الله ويهبه الذرية الصالحة إن شاء الله ويجمعهم على طاعته، وصالي أوصيها للشباب، يعني أتمنى أن كل الشباب يفكرون، لأن الحمد لله يعني احنا في خير ودولتنا مو مقصره معانا، مثل القاعات هذه اللي تعتبر يعني اشياء رمزيه تعتبر ولا شيء قيمته، فالمفروض تشجع الشباب على ان يتزوجون. اخوي عبد الله الله يبارك له ويرزقه بالذريه الصالحه ويديم عليه ان جميع نعمه الامن والامان، وعلى دولتنا قطر، وبيض الله وجيهكم، ما يفوتني قناة الريان، الله يبيض وجيهكم جميعا، ورحم الله والديكم على ما سعيتوا فيه. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، احنا الليله متواجدين في قاعات الرفاع وعلى العاده نشارك مع عريسنا فرحتهم، والليله في عرس استثنائي يعتبر عرس جماعي، عرس عرسوا فيه اخوان وعيال عم، طبعا يحرصون على الاجتماع دائما في افراحهم وفي احتفالاتهم، منها كثير من الفوائد اللي هم يغرسونها طبعا في عيالهم وفي اخوانهم، انهم يمشون على نفس الخطى، منها تقليل التكاليف ومساهمه او المساعده فيها،
ومنها اجتماع ربعهم ومعازيهم يكونون في حفل واحد وفي وقت واحد. من كثرة مشاغل الناس هي تقلل عليهم الالتزام معهم. نشوف معاريسنا الليلة ونشوف فرحتهم بهذه المناسبة. الله يبارك في عمرك، مرحبا بكم ومسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بالجميع في محل طويل العمر أبو حمد، جعل ربي يطول عمره، اللي مدنا بالصلاة وخدمنا، جعل ربي يطول عمره، ولا هي بغريبة على أبو حمد، جعل يسلم منا طويل العمر. الله يبارك في عمرك، مرحبا بالضيوف ومرحبا باللي جاء من بعيد ومن قريب، مرحبا ترحب المطر. وبارك لاخوان شمع المعاريس، الله يوفقهم يرزقهم بدرية الصالح ان شاء الله. مرحبا بهم، مرحبا مدد بلا عدد، مرحبا بهم ترحب المطر، الضيوف والزوار والحضور مرحبا بهم. الله يبارك في عمرك ومرحبا باللي جاء من قريب ومن بعيد، والغايب عذره معه، بيض الله وجيههم وجعل ربي يوفقهم إن شاء الله، يوفقنا والله يتمها إن شاء الله على خير. أول شيء الله يبارك فيك وبارك لك، وأشكر قناة الريان الله يعطيهم العافية، وأحب أهني إخواني المعرسي الله يعطيهم إن شاء الله الصحة والعافية ويبارك لهم. نبارك لعيالنا المعاريس ونرحب بأخواننا الضيوف اللي زارونا وشرفوا محلنا، ونرحبكم يا قناة الريان وبيض الله وجيكم، أنتم سباقين على المواقف هذه الطيبة واللي تظهر المواطن وتظهر الحفلات الجماعي مثل ما تشوف الحين، جزاكم الله خير على كل حال. أولا مرحبا بكم ومسهلا ترحب المطر يا قناة الريان، الله ليهنكم على الحضور والتواجد الطيب. شيء ثاني أبارك لإخواني كلهم المعاريس، الله يبني بيتهم إن شاء الله، وعقبال العزابي إن شاء الله يعرسون إن شاء الله، ما عاد فيه شيء صعب، قد كل شيء متوفر، إن شاء ربي يطول عمر الشيخ تميم ويطول عمر المسؤولين على القاعات الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم جميع مشاهدينا بكل خير. نلتقيكم الليلة من قاعات الوكرة، شارك أخواننا ومعاريسنا فرحتهم. طبعاً برنامجنا اللي من شمال قطر إلى جنوبه إلى غربه كلها حضور ومشاركة أخواننا فرحتهم بحضور ربعهم ومعازيمهم في هذه الليلة، نسأل الله أن يجعلها عليهم من ليالي السعادة مع معرسنا الليلة جاسم بن عبد الله البوعينين. مساك الله بالخير جاسم. مساك الله بالنور والسرور. مبارك لك عرسك الليلة وحضور ربعك كلهم اللي جاوا يهنونك بذي المناسبة السعيدة، كلمتك لهم والربعك اللي قبضهم منك العذر. الله يبيض وجهك ويبارك فيك، واشكر قناة الريان على استضافتهم، ونشكر الربع والجماعة كلهم اللي حضروا وشاركونا هالفرحة، بيض الله وجهكم كلكم. وجهك طبعا احنا متعودين على ان احنا نحضر في كل محفل يكون فيه فرحة ربعنا واخواننا، لكن بالنسبة
ايش بتقول حق اخوانك اللي عندهم حجوزات او يتكلمون عن الحجوزات وعن المتوفر في القاعات اللي هي ما تمت الا لفرحتهم ولتكميلهم وعزمهم على يعني اتمام نص دينهم؟ ابدا، الامور كلها بتكون متوفره في القاعات، سواء في مجمع قاعات الرفاع ولا الوكره، ابدا موفرين لك كل شيء، كانك بتاخذ الامور دي من عندهم ولا بتاخذها من برا، لكن بحال اخر القاعات بتوفر لك الامور كلها، يعني بتجهز لكم سهلت لك الامور دي كلها من مصورين من عشاء ابدا اللي تبي. الحمد لله على بركة الله إن الله سبحانه وتعالى وفقنا وشفنا جاسم عريس، الله يبلغه إن شاء الله بذريته ويسعده بكل خير يا رب، والأخوان اللي حضروا كلهم جزاهم الله خير ما قصروا، والجماعة كلهم خير وجزاكم الله خير. مرحبا ومسهلا بكم، ومبارك حق جاسم إن شاء الله، والله يرزقه بالذرية الصالحة إن شاء الله. الله يبارك لخالي جاسم، الله يجمع بينهم ويبارك لهم إن شاء الله، يرزقهم إن شاء الله بالذرية الصالحة، الله يوفقهم إن شاء الله ويوفقنا وياهم إن شاء الله.